معنا عبر الهاتف من مشعل من الدكتور فهد بن سلمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للأحصاء. دكتور فهد مساء الخير، كل عام وأنتم بخير، غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك. أولا نتعرف من خلالك بشكل رسمي على عدد الحجاج الذين أدوا اليوم الركن الأهم في الحج. يا أهلا فيك أختي الكريمة، مساء النور، رحب فيك في الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا انتهت الهيئة العامة للإحصاء أعمال عد الحجاج مساء اليوم الساعة 6 وانتهت أعمال العد. الآن تقريبا بلغ إجمالي الحجاج 1,862,909. طبعا حجاج الخارج اللي خارج المملكة العربية السعودية كانوا 1,325,372، والحجاج اللي من داخل المملكة 537,537. يعني نحن نتكلم تقريبا 90% من جميع الحجاج غير سعوديين وفقط 9% من السعوديين. طيب هذه السنة كان هناك انخفاض واضح في عدد الحجاج غير الرسميين أو المخالفين، هل هذا أيضا سهل في عمليات التفويج؟ إيه نعم، طبعا هو في الحكومة السعودية خلال هذا العام كان في تشديد على قضية الحج بالتصريح. سبب هذا الحقيقة التشديد أن فقط الحجاج المخالفين كما أعلن سمو الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية فقط كان 5% هذا العام. العام الماضي كان تقريبا 9%، قبل العام كان تقريبا يتعدى 70%. يعني كان في الحقيقة ترتيب وتنسيق ما بين كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية، هذا التنسيق العالي يعني ساعد من تقليل من الحجاج المخالفين. طيب كيف يعني ممكن أن نقارن بين هذا العام والعام الماضي من ناحية الأرقام دكتور؟ طبعا العام الماضي كان الرقم 1,952,817، يعني نتكلم عن فقط في هذا العام انخفاض خفيف. طبعا هذا الانخفاض يعني قد يكون بسبب أن أول شيء ما يتعلق بالتصاريح، هذا أمر. نعم. ويتعلق قد يكون الانخفاض أيضا بما يتعلق بنسبة الحجاج الإيرانيين، يعني هذا كانت يعني السبب، يعني كان فيه مساوية للعام الماضي لكن هذا السبب. التصاريح كان فيه تشديد على قضية الحج والتصريح وأيضا انخفاض الحجاج الإيرانيين. عبر الهاتف من مشعر من الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للأحصاء، شكرا جزيلا لك.